ما هو الفرق بين الغدة الدرقية والغدة جار درقية؟ كيعيطوا لهم لي غلوند باراثيرويد. إذن غير هما شنو بيناتهم؟ غير جوره، بجوجهم جاوا في بلاصه وحده هي في الجهه التحتانيه ديال العنق، جاوا بيناتهم جوره. اذا حيت حنا عندنا هذه الغده الدرقيه الشكل ديالها شكل فرطوطو بابيون، غير في الجوانح ديالو، في الاخر ديال الجوانح كاينين اربعه الغدات ديال الجار الدرقيه. الاخرى الغده الدرقيه كتنظم الهرمونات ديال الغده الدرقيه اللي كيدخلوا اي حاجه عندنا في الذات، هذاك الهرمونات ديال الدرقيه هي اللي كتكون بحال ان كاتاليزور، هي اللي كتنشط داك العمليه ديال الافرازات اللي كاينين في الذات كامله. اما الغده الجار الدرقيه هي المشكل ديالها، هو كتكون هي اللي كتسبب ولا هي اللي كتكون مسؤوله على النظام ديال الكالسيوم. اذا هما ما ماش وحده ما عندها علاقه باخرى، حيت كاينين الناس اللي كيقولوا كيقدروا يكونوا هاد الاختلاف حيت كيسولوا علاش هادي، ولكن هما الاخرى بوحدها غير هما بعض المرات. هذا هو الفرق بيناتهم، هاد الجار الدرقيه كتكلف بالكالسيوم، وبعض المرات حتى هي كتكون فيها شي اورام اللي الطبيب كيقدر كيخصو حتى كيشخص عاد كيعرفها راه ماشي الكواتر ولا هذاك الغده الدرقيه اللي هي اللي فيها المشكل، كيكون المشكل في هذيك الغده الجار الدرقيه اللي حتى هي كتكون الافرازات بزاف، كيكون الكالسيوم طالع اكثر من القياس والاعراض ديالها شكل اخر. وشكرا.